مش موجود برضو في المستشفى دي. وبعدين بقى احنا دورنا في كل المستشفيات اللي في البلد وملوش اثر. يا حبيبي يا ابني، يا ترى انت فين يا ضنايا؟ ما تقلقيش يا خالة، انا جاتلي فكرة. تعالوا معايا. على فين؟ على خالي سيدون، تعالوا معايا واني هشرح لكم. شافوا النهر ده أو عنده أي معلومات عنه يروح للقسم فورا. يا أهالي النوبة، طفل متغيب من العصر اسمه فارس، لابس جلابية زيتي وسديري برتقالي. يا رئيس قردوني، يا رئيس قردوني. أيوة يا عم محمود. بقول لك، أني شفت امبارح عربية غريبة عننا، كانت واقفة ناحية المعبد القديم، وكان راكب فيها راجل مش من هنا وعمال يتلفت حواليه. كان شكلها إيه العربية دي؟ كانت لونها أسود وقديمة، وكانت بتطلع دخان كتير وهي ماشية، يمكن الشكمان مخروم. طيب، يبقى لازم نبلغ الشرطة، يلا بينا. ايه يا بكار بتفكر في ايه؟ هقولك، تعال معايا. هو يا عم كامل. مين؟ هاي بكار. ايه، شارين عجلة عايزيننا نصلحها لكو؟ لا، فارس صاحبنا مش لاجينه وخايفين لا يكون اتخطف. وعم محمود شاف عربية سودة قديمة كانت واقفة جنب المكان اللي كنا بنلعب فيه، وبيقول ان شكمانها كان بايظ. يا ترى شفتها؟ ايوة، وعارف الراجل اللي كان سايقها ده جالي وانا صلحت له الشكمان. هو انت في سنة كام يا ايمن؟ سنة كام؟ سنة حلوة يا جميل. ها؟ يعني ايه؟ يعني اسكت يا عادل لغاية ما نشوف هنلم الفلوس اللي انت دبستنا فيها دي ازاي. اني اسمي فارس على فكرة. شش، اسمك عادل. انا قلت للامين كده مبارح عشان اداري عليك وما يعرفش يدور وراك. معلش، اني اسف اني سببت لكم المشاكل دي. مكتوب علينا، هنعمل ايه؟ وانتي عندك كام سنة يا ياسمين؟ يوه، خلاص خلاص، اديني سكت اهو. يلا ادينا وصلنا الشغل اهو. هشتغل انا بياسمين وانتي خدي عادل، وايمن يشتغل لوحده. ايه ده، هما مش هيروحوا المدرسة؟ لا، واخرس بقى بدل ما سلمك لأمين الشرطة. احنا بنحاول نلملك فلوس الهدوم بدل ما تتسجن. خلاص يا عزم، تعال معايا يا حبيبي. هو احنا هنعمل ايه؟ هنبيع مناديل. فين؟ صباحك عسل يا عسل، ساعديني ربنا يكرمك. متشكرة يا حبيبتي، معايا مناديل. عايزة افطر الواد، ربنا يزيدك. خد يا حبيبي. لا 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 يا ست هان، ده ممنوع منه، ده عيان وعايزين اي فلوس نعالجه بيها. ياه، معلش، ربنا يشفيه. خد يا ماما. ربنا يفتحها عليك يا اميرة. بس أنا مش عيان. التجارة شطارة يا حبيبي. بس دي مش تجارة، ده تسول. شش، صباحك فل يا قمر. ايه، هو أنا كل يوم بقى هشتري مناديل؟ عايزة أفطر الواد يا ست الكل. وانتي كل يوم هتقفي لي بعيل شكل؟ يعني مركزة قوي معايا. يلا يا واد. أنا صلحت له العربية يا فندم، بس ما كنتش أعرف إنه خاطف الولد. معلش، مش مشكلة، المهم انك تقول لي اي حاجة اقدر من خلالها ان اوصل له. مش عارف بقى اللي انا فاكره ده هيفيد سعادتك ولا لا. يا سيدي قول بس اللي عندك واني هشوف. حاضر،
بص